الأستاذ محمد من أستراليا، وكان يتحدث أنه في حواره مع أحد أصدقائه في أوروبا أو بعض الأوروبيين بيقولوا له أن الشرع محل الأربع زوجات، ولكن نبيكم تزوج بأكثر من أربع، اشمعنى؟ ما أنا عشان كده بقول لك ليه أنا بسأل الأخ من ديانته إيه؟ لأن لو كان مسيحيا أو يهوديا ده بداية يعني هيلاقي في التوراة أن عندنا سيدنا سليمان وسيدنا داود كل واحد فيهم متجوز كام؟ خمن. طيب اكتر من 300؟ 300 حرائر و700 اماء. ما شاء الله. 1000. يعني 1000. ما شاء الله. ايوه. تمام؟ طيب ايه نظرتهم لهؤلاء الانبياء؟ اسرائيل مسميه دولتهم مملكه داوود. نعم. نجم داوود علامه اسرائيل، في اكتر من كده احترام وتقدير؟ صح؟ نعم. طيب المسيحي بيؤمن بالكلام ده طبعا، لان الكتاب المقدس عنده جزئين، العهد القديم والعهد الجديد. أيوة. فيؤمن باليهود في العهد القديم. تمام، بس انا بقى ده اولا يعني. طيب تعال، اشمعنى بقى بتعيبوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ ايه العيب اللي فيه عنده؟ ايوه، الا اذا كان شيء شخص. واحد يقول لك يا عم انا ملحد مش تابع لا ده ولا ده، بناقشكم بقى حلو. شكرا، عشان كده بقول لك نعرف الارض دي بتاعت حضرتك ايه. طيب تعال، اذا كنت حضرتك العم الملحد يعني. طيب انت حضرتك بتقول ليه عمل حل ده وحرمه؟ طيب ده كلام كويس، انت حضرتك مسلم فبتناقش النبي مثلا من ارضيه انك مسلم فزيك زيه بتتناقشوا مع بعض، ولا انت من خارج الملعب ومن خارج القانون فبتتناقش بيه؟ طب بتناقشوا ليه؟ ايوه. طيب ده الامر تاني. ثلاثه، لا لماذا تمام، تعال بقى اطلع على حقيقه الامر نفسه. حضرتك النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم مش ابيح له التعدد، ده قيد له الزواج حضرتك. بالعكس، ده اتضيقت على النبي عليه الصلاه والسلام وتوسعت على البني ادمين المسلمين. ده فهمنا دي بقى يا شيخ، فاهم دي؟ لان انت تعالى النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ مش في الجو السيسع صلى الله عليه وسلم، ده هو القران قال له لا يحل لك النساء ايوه من بعد ولا ان تبدل بهن. بهن صح؟ يعني لا ينفع تطلق ايوه ولا ينفع تتجوز. تمام. واللي تموت خلاص عدت، ما فيش أيوه. مكانها ايوه. طيب بقوا كام دلوقتي؟ فخلي التسعه ماتوا في حياته. ما ينفعش يتجوز يا الله، ولا ينفع يطلق خلاص، لا يبدل ولا خلاص بقوا دول ثوابت عنده. تمام. طيب اي مسلم النهارده يقدر يتجوز كام؟ اذا كتير طول، يبقى على ذمته اربعه طول الوقت خلاص. ويقدر يبدل. انا بس بفترض، بس بقول لك بالحساب. يعني مفيش حد يعمل كده الا بشروط ضوابط شرعيه. لا بالضوابط الشرعيه اتجوز اربعه بتجي لهم شوطه كل سنه، اربعه بيموتوا ايوه، فاربعه فاربعه على طول عمره ايوه. خلاص عايز يطلق هيطلق براحته، هيطلق. كمان اللي طلقها على ذمته مرهونه ولا تتجوز زي ما عايزه؟ تتجوز زي ما عايزه، انما طليقه النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، بوفاته او طليقته ابدا ايوه باسمه لا ينفع تتجوز شخص آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرملة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا أي حد، ولا الخلفاء الراشدين أصلا يعني أيوه. في أكتر من فالمسألة هي قيد، يعني ده عليه قيد فعلا، هي قيد، ده هو الآن أسفة وتصوراها. لا إزاي تسعة وإحنا أربعة يا حبيبي؟ لا ده هو القيد اللي موجود وقت التنزيل لما نزل التشريع الفداء. خلاص عندك كام؟ تسعة. نعم. دول التسعة ليهم أحكام خاصة، خلاص دول لهم شرف زوجات النبي. يعني انا عندي معلومه مش عارف صح ولا غلط، ان سيدنا المغيره بن سعد تزوج ما يقرب من الثمانين. ما اعرفش، مش بدورش، مش فارقه معايا اتجوز قد ايه. خلاص، انما النبي عليه الصلاه والسلام اتحكم عليه بان دول، هنا نقطه من اول السطر، اللي تموت فيش مكانها ايوه ولا بتطلق، واللي انت تموت عنها ما ينفعش تتجوز اي احد بعده. نعم. سيدة عائشه مات وسنها قد ايه؟ مفيش ايوه، سنها صغير جدا. هل تزوجت من بعده؟ هل تجرأ أحد يخطبها؟ لا، هي ولا بقية أمهات المؤمنين بالمناسبة. يعني ليه اسمه ده قيد؟ نقول لا، طب ما اتظلمت، ده ميت عنها شابة، هو ده حكمها. تمام. فهنا ده اسمه قيد، ما هواش اتفتح باب لناس وناس اتقفلت عليها. نعم. ده كلام غير صحيح، ده برضو نفسي قضية إن احنا مش عارفين. وأفضل واحد كتب الموضوع تخيل مين؟ أيوه، مسيحي اسمه نظم لوقا. حياتك قلت لي المعلومة دي، دكتور نظم لوقا في كتاب محمد وفي حياتي الخاصة. وأفضل واحد كتب الكلام ده مين في غير المسلمين؟ لو الأخ ده مش كان فيه من أي بلد، من أستراليا، أستاذ محمد، يقرأ كتاب حضارة العرب لجوستاف لوبون. حضارة العرب، عامل فصل عن التعدد أيوه، وهو فرنسي سبحان الله. خلاص،
يقرأ الفصل ده من أروع وأعظم ما يكون. سبحان الله. في دفاع عن التعدد، فضل عن تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني. نعم. وغيره وغيره يعني، في ناس كتير كتبوا في المجال، لكن ده من أفضل الناس اللي كتبت وغير مسلمين. أيوة. عشان أقول والله متعصبين ده لا، هتجد محمد في حياته الخاصة للدكتور نظم لوقا ده مصري معروف. نعم. وحضارة العرب لجوستاف لوبون في حديثه عن تعدد الزوجات. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عصام وبارك في علمكم، وأنا بدعو كل الناس تتابع هذه الحلقة للرد، يعني كان مجاوبناش على أسئلة كتيرة ولكن كانوا أربع أسئلة غاية في الأهمية، فتحنا فيهم مواضيع مهمة جدا. بشكرك شكرا جزيلا على هذا الإيضاح والشرح.